معها، ثم أفض الورقة هكذا وأطويها على طول القطر، ثم أطوي مرة أخرى الخطين ياء فاء وجيم هاء لأرفع الجناحين، وها نحن ذا. خبير الطيران محسن غانم مستعد للإقلاع نحو السماء. مرحبا ليلى. أيها الإطفائي سامي، راقب هذا. ليس لدينا وقت لحيلك الآن يا محسن، إنه يوم الوقاية من الحرائق، وأنا وسامي أمامنا الكثير من العمل. تفضل أيها الإطفائي سليم، ولا تبالي بأمر والدك. آسف يا محسن، ربما تريني في مرة أخرى. لا شيء يدعو للقلق، مجرد فحص روتيني لنحرص على أن المجمع التجاري آمن من الحرائق، فالهدف من يوم الوقاية من الحرائق هو السلامة. أيها الرئيس سليم، أتمانع أن تثبت السلم ريثما أتفقد إنذار الحريق؟ طبعا سامي، السلامة أولا. هل تتفقدين جهاز إنذار الحريق بانتظام؟ أوه نعم، بانتظام كبير. أوه ما ذلك الصوت المريع؟ هذا هو الفحص يا ليلى، لنتأكد من أن جهاز إنذار الحريق. يا للهول، ما هذا؟ إنه خفاش، وقد علق في شعري. النجدة، أمي، النجدة. محسن غانم، النجدة. تمالكي نفسك ليلى، أنا سأمسكه، إنه ليس خفاشا. كم أنت جميلة. أنت لطيف يا رئيس قسم الإطفاء. ماذا؟ عندما قلت إنها جميلة قصدت إن فرغتما فهلا تفقدنا مخرج الطوارئ؟ حسنا، يبدو أنه يعمل. رئيس قسم الإطفاء سليم ليس مسليا أبدا، لابد أنه يوجد أحد ما يستمتع بعرض جوي رائع. يبدو أن كل شيء على أحسن ما يرام، لكن يجب أن تكوني حذرة بشأن حفظ الصناديق والعلب الفارغة، الورق يشكل مصدرا خطرا لاندلاع الحرائق. أنتما مصدر عون كبير لي، وأقل ما أفعله هو أن أقدم لكما الشاي. لا لا لا، شكرا سيدة ليلى، أعتقد أن علي أنا وسامي أن نغادر الآن، فلنا الكثير من الأعمال لنقوم بها. هيا هيا بنا سامي. من أين جاءت هذا؟ محسن غانم، ليس هو من جديد. تعال إلى هنا. ظننت أنه يوم الوقاية من الحرائق وليس يوم ملاحقة محسن غانم، لكني أعرف مكانا لا يمكن أن أصادف فيه رئيس قسم الإطفاء. من سمع بالوقاية من الحرائق في قسم الإطفاء هنا؟ ستكون هذه أفضل طائرة على الإطلاق. خبير الطيران محسن غانم عاد إلى العمل من جديد، والآن علي أن أجد شخصاً يقدر الطائرات. بطاطا 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 لذيذة بطاطا، أنا أحب البطاطا وأحب طهو البطاطا. شكراً شكراً جزيلاً. ما الذي جاء بك إلى مطبخي هذا اليوم يا محسن؟ لا شيء، يعني أردت فقط أن أريك شيئاً رائعاً جداً. لا يمكنك أن تخدعني بهذا الكلام، أعلم تماماً يا محسن ما تخطط له. حقاً؟ نعم، أعلم كم تحب الجزر. ماذا؟ ابقى بعيداً عن ذلك الفرن واخرج من مطبخي. هيا اخرج، اخرج. أنا كنت لا. بطاطا بطاطا بطاطا، أنا أحب البطاطا، بطاطا لذيذة بطاطا، أحب طهو البطاطا. (تصفيق)
أهلا أيمن، ما أخبار العشاء اليوم؟ أتمنى أن شيئا لم يحترق. وضعت اليخنة على النار وستكون جاهزة خلال ساعة. ممتاز، عمل الوقاية من الحرائق يسبب الجوع. كما توقعت. رئيس قسم الإطفاء سليم. محسن غانم، توقف مكانك أيها الشاب. ليست طائرة سيئة. محسن. مرحبا يا سامي. كيف تسير أمورك مع طائراتك الورقية؟ مريعة، فلا أحد هنا يحب الطائرات الورقية أبدا. يا ويلي، إنه حريق. أين هاتفي؟ سأتصل بالطوارئ. هنا الطوارئ، ما هي الخدمة التي تريدها؟ حريق، حريق. حريق في مطبخ قسم الإطفاء. سامي، سامي، الحريق في المطبخ. حريق في مطبخ قسم الإطفاء. يا للعجب. اقطع الغاز عن الفرن. لقد فعلت هذا. ما بك أيمن؟ كانت هناك مطفأة حريق قرب مخرج الطوارئ مباشرة. آسف سيدي، أصبت بالفزع. ماذا عن يخنتي؟ لقد أحرقت العشاء من قبل، لكن ليس هكذا. يفترض برجال الإطفاء إطفاء الحرائق يا أيمن، لا أن يشعلوها، خاصة في يوم الوقاية من الحرائق. لكن لا أعرف ماذا حدث. هذا الشيء يمكن أن يقدم لنا دليلا. ربما تستطيع تلك الطائرة الورقية أن تخبرنا من هو الجاني. نعم، إنها رسالة. هناك اسم عليها، رئيس قسم الإطفاء العزيز. رئيس قسم الإطفاء سليم، كنت أنت؟ لا، لست أنا، كان محسن غانم. أنا آسف، كان حادثا فقط. حاولت العثور على شخص يحب الطائرات الورقية بقدر ما أحبها. لقد فهمت، ربما علي أن أتحدث إلى الصبي الصغير سامي لأستوضح الأمر منه، فما رأيك؟ فكرة حسنة يا سيدي. مسكين محسن، كان ذلك حادثا على الأرجح، لكن أرجو أن لا يقسو عليه رئيس قسم الإطفاء. لا تقلق يا أيمن، أعتقد أن رئيس قسم الإطفاء سليم ومحسن سيصلان إلى تفاهم سعيد. أول قاعدة في اللعب بالطائرات الورقية يا محسن هي أن تنتبه أين ترميها، والآن راقب هذا الانقلاب. رائع. أما الحيلة الثانية فاسمها الدوران اللولبي. كذا. رائع، كيف جعلتها تفعل ذلك؟ أعد ذراعك إلى الخلف. كذا تماما، وانظر إليها. لا أعلم لماذا لهم كلب في قسم الإطفاء. إنه دائما يشم المكان ويعترض طريق الجميع، وهو ينبح علي عندما أغني. إنه ليس مجرد كلب عادي، إنه كلب إنقاذ. كلب إنقاذ؟ إنه حيوان أليف. هل يستطيع الكلب استخدام خرطوم الماء أو تسلق السلم أو استخدام جهاز الخلع؟ إن كان ذلك الكلب كلب إنقاذ فسأكل قميص المتسخ. لا، لن تفعل. سأغسل ذلك القميص يا فتحي، فرائحته كريهة. أبي، أنت مخطئ بشأنه، إنه كلب إنقاذ، وأنا سأثبت لك ذلك. الهدف الأساسي من فحص هذه الأدوات المتكرر هو التأكد من عدم وجود أي خلل أو تمزق. سأتحقق من كرسي السلالم. ادفعيني يا أماني. الأفضل من هذا أن تجربه على الأقل على الدرج يا سيد أيمن. جاء فتحي يصلح المصرف المسدود.
ولهذا السبب يجب حزم المرضى وإحكام الأربطة بشكل جيد. ساعدني يا أماني. النجدة! النجدة! فاتن، ما الأمر؟ ماذا هناك؟ مرحباً! مرحباً بك أيضاً. أرأيت يا أبي؟ إنه كلب إنقاذ استجاب لنداء الاستغاثة. أرجوك، هذا ليس مضحكاً أبداً، وهو لا يثبت شيئاً أيضاً. هيا يا أيمن. سامي، هل هو كلب إنقاذ حقاً؟ بالطبع هو كذلك، لكن ماذا يستطيع أن يفعل؟ شمشوم يتمتع بحاسة شم ممتازة، لذلك فهو كلب شم رائع. حقاً؟ شكراً سامي. ماذا دهاها؟ لكن ماذا يعني تشوبسو؟ ليس تشوبسو بل فانغ شوي، إنه الفن الصيني العريق في ترتيب الأثاث لابتكار سيل من الطاقة الإيجابية في أي غرفة تريدينها. أوه، وهل المجمع التجاري بحاجة إلى هذه الطاقة؟ أنت محقة، سألقي نظرة عليه ولننتظر حتى يصلح فتح الدرج. سأطلب منه تغيير مكان الثلاجة، فلا بد أنها تطلق طاقة سلبية. أوه، عجباً، هذا صحيح. انفداد كبير في المغسلة يعيق عملي في المطبخ، أرجو في هذه المرحلة أن تصلحه دون أن تتلطف. انتباه! ماذا تفعلان في هذا المكان؟ أنا السباك فتحي، وقد جئت إلى هنا يا سيدي لأفتح المصرف المسدود سيدي. وأنا أساعد فتحي في فتح المصرف سيدي. حسنا، أقترح عليكما أن تتوقفا عن الغناء والرقص وتنهيا الأمر بسرعة. أمرك سيدي. مرحبا يا فاتن، أتبحثين عن أبيك؟ ليس بعد، يجب أن نجد الكلب أولا. ها هو. مرحبا. ما الذي تخططان له؟ نريد أن نثبت أن شمشوم كلب شم رائع. فكرت في تدريب خاص له، وسأستخدم قميص أبي كريه الرائحة. حتى أنا أستطيع أن أشم ذلك. اذهب واعثر عليه. المصرف المسدود وقال إن لديه أعمالاً أخرى. هاي انتظر. يبدو أن شمشوم قد التقط الرائحة. لذا قبل أن تصلح سلم القبو المكسور، أتساءل إن كنت تستطيع إنزال الثلاجة إلى هناك، فطاقتها سلبية. طاقة سلبية؟ لم أسمع بهذا من قبل. فتحي، إنه تشوبسو، وسميحة تعرف كل شيء عنه. أجل، لذلك سنغادر لترتيب المجمع التجاري. عجباً. النجدة! بدأت أتساءل إن كان يعرف حقاً أين يذهب. ربما كان يشعر بالجوع، فأنا جائع. أعتقد أن أبي كان محقاً، إنه ليس كلب إنقاذ على الإطلاق. هيا بنا، الأفضل أن نعيده إلى قسم الإطفاء. اصمت أيها الغبي. انتظري يا فاتن.
أعتقد أنني أسمع شيئا. لا تكن سخيفا. أعتقد أن تلك شاحنة أبي. النجدة! النجدة! أبي! أبي! ماذا حدث لك؟ هل أنت بخير؟ سأتصل بالإطفائي سامي. لقد تعرض فتحي لحادث. إنه حالق في المقهى الكبير. لا، وقع حادث في المقهى الكبير. انطلقوا لنتصل بالممرضة، فقد نحتاج إلى مساعدة طبية. حاضر سامي. هون عليك يا فتحي، سنخرجك من هنا حالا. احذر يا سامي، لا تقم بتحريكه، علينا أن نكون حذرين فربما كسر ظهره. أحضرت كرسي السلالم لسحبه. لا يمكننا استخدام كرسي السلالم يا أيمن، لم يعد هناك سلم، نحتاج إلى نقالة الجرحى. صحيح، إلى نقالة الجرحى. هيا برفق الآن. الكسر في ذراعه ليس خطراً، سيتعافى بسرعة كبيرة. انظر من جاء لرؤيتك أبي. جميل. كفى. أبعد ذلك الكلب الغبي. أنت تقصد كلب الإنقاذ الغبي؟ حسناً حسناً، إنه كلب إنقاذ. كنت محقة يا فاتن. كلب إنقاذ رائع، يأتي لا ينسى يتابع. كلب إنقاذ رائع، يأتي لا ينسى يتابع. محسن! محسن! أنت هنا يا محسن؟ ما الذي تخطط له؟ لا شيء يا أمي. لا شيء. ومعك مكنستي، وهذا أحد أغطيتي الجيدة. أمي، أنا في حاجة إليها، سأذهب للتخييم، وكيف لي أن أصنع خيمة دون مكنسة وغطاء؟ تخييم؟ لا محسن، التخييم سيء وخطر و... التخييم ممتع للغاية. أوه، مرحبا يا تامر، لم أرك هنا. أنا أحب التخييم والهواء الطلق والنسيم والطبيعة الجميلة، لقد كنت في فريق الكشافة. حقا؟ لابد أنك وقتها كنت أنيقا. أيها الرجلان، أيتها المرأة، حل فصل الربيع وكلنا نعلم ماذا يعني ذلك. الزهور؟ لا يا أيمن، هذا يعني المخيمين والمتنزهين ومتسلقي الجبال، ومعهم تأتي أخطار الحرائق. حرائق النباتات والأعشاب، وكل نوع من هذه الحرائق يحتاج إلى أدوات خاصة. كالمجارف المتخبطة. إنها ضاربات لإخماد حرائق الأعشاب يا أيمن. أخبرني يا محسن، هل سبق أن نمت في خيمة حقيقية أو طهوت العشاء فوق نار مخيم حقيقي؟ نعم طبعا فعلت مرات عديدة. لا لم تفعل، أردت أن تنام في الحديقة مرة، إنما عدت عندما حل الظلام. كنت في الثالثة من عمري. محسن، كنت أتساءل إن كنت تريد أن أخذك للتخييم في وقت ما. أريد ذلك بالتأكيد، سيكون ذلك رائعا. حسنا، ما رأيك أن نفعل ذلك في عطلة نهاية الأسبوع؟ عجبا يا تامر، هذا يبدو رائعا، فالجلوس تحت النجوم سيكون رومانسيا، أحب ذلك. لكن أنا... نعم، أحب الهواء الطلق كثيرا. هذا غير صحيح يا أمي.
آمل أنك تدرك ما تقحم نفسك فيه يا تامر. سأخبرك، أنا مخيم خبير يا سامي، وأعرف كيف أشعل نار المخيم بأمان، فقد كنت في الكشافة. آسف يا تامر، لم أقصد أن أشكك في مهاراتك في التخييم، ما عنيته هو محسن غانم. فهمت ما تعنيه. محسن، تعال وساعدني على حمل الحقائب. ليتها لا تأتي معنا إلى التخييم. استمتعوا بوقتكم. الأفضل أن أتصل بفريق الإنقاذ الجبلي تحسبا فقط. يمكن للتخييم أن يكون خطرا جدا يا أمي، وسيكون عليك أيضا أن تحذري من القطاط المتوحشة هناك. متوحشة؟ طبعا أنت لست مضطرة للبقاء إن لم ترغبي في ذلك يا أمي. لا تصغي إلى محسن، فليست هناك قطاط متوحشة في جبل الأحلام. بلى يوجد، وحيوانات حديقة الحيوانات التي فرت عائدة إلى البراري. لا تكن سخيفة. رأيت خبرا في التلفاز عن سبع ضار ظل يجوب التلال سنوات، ويمكنك أن تسمعي زئيره في الليل أيضا. لنخيم قرب الحافلة. حسنا، يمكنك أن تفعلي ذلك إن أردت، أو يمكنك أن تطلبي من تامر أن يأخذك إلى البيت. في أثناء ذلك سأجد بقعة تخييم حسنة. لا تقلقي علي، أعرف كيف أتدبر أمر سبع بري. محسن، انتظر. إنه محسن ليس أكثر. شكرا جزيلا لك يا تامر. هيا يا أمي، من الأفضل لنا أن نبدأ جمع الحطب. صدقا يا ليلى، لا شيء يدعو للخوف، فأكبر خطر في الغابات هو الناس، لأنهم يسببون حرائق فيها. قلت حرائق؟ نعم، لهذا السبب أشعل نار المخيم بحذر شديد جدا. محسن؟ في إحدى المرات لم يدرك المخيمون أن الغابة كانت تحترق إلى أن وصلت النيران إلى خيامهم. لا أثر للمشاكل الآن سامي. أردت أن أعلمك فقط أن تامر يخيم هناك الليلة مع محسن غانم. حسنا سامي، فهمت ما تقصد، سأبقى يقظا. ها نحن ذا، أعتقد أن النار ساخنة بما يكفي لنطهو عليها. نحتاج إلى القدر وشيء نضعه فيها. حريق! حريق في الغابة! الأشجار تحترق! هيا فلنعد جميعا إلى الحافلة. هيا ليلى من هنا. النجدة، اتصل بالإطفائي سامي. بلاغ عن حريق في جبل الأحلام. هناك حريق في الجبل يا سامي، فلتنذر فهد. مرحبا يا فهد، نحن قادمون، علمنا أن هناك حريقا في جبل الأحلام. متأكد سامي؟ حسنا، أنا مستعد. لا أرى أي دخان. أين الحريق الذي رأيته؟ هناك، إنه هناك، رأيت ألسنة اللهب تتوهج من بين الأشجار. يا للهول. أمي، إنه غروب الشمس الرائع. محسن غانم، لو أنك لم تروي كل تلك القصص المخيفة لأمك لما حدث هذا أبدا. إن كنت ستستمر في هذا فالأفضل أن تعود إلى البيت حالا. أنا آسف تامر، آسف أمي، أعدكما بألا أروي المزيد من القصص. حسناً، سأتصل بالإطفائية لإخبارهم بأن الإنذار خاطئ. ماذا؟ إنذار كاذب؟ ألغوا حالة التأهب أيها الرجال والمرأة، كان إنذاراً كاذباً، لا يوجد حريص، ألغوا حالة التأهب. إنه إنذار كاذب يا أيمن، الأفضل أن نعود. ذاك هو الحريق، سأخبر سامي بذلك. مرحبا. مرحبا سامي، حددت موقع الحريق، هيا بسرعة.
نحن قادمون، وأنت أخبر رئيس قسم الإطفاء ما حدث. ها، إنه حريق. أمي تامر، هناك حريق، حريق غابة، اتصل بالإطفائي سامي حالا وبسرعة. محسن غانم، ماذا قلت لك بشأن تلفيق تلك القصص المخيفة والمرعبة؟ لا، أنا لا أكذب، إنها الحقيقة. تعال وانظر. ما كان علينا أن نغفل عن نار المخيم. بالله إلى سامي، أنا في طريقي إلى الموقع. أين أنت؟ نحن على وشك الوصول يا فهد. أماني، أيمن، أحضر الخراطيم. الحريق بعيد جدا عن الطريق والخراطيم لا تصل إليه. سيكون علينا استخدام مرشات الماء. لا تقلق سامي، لقد ملأت أحواض الماء، أستطيع المساعدة من الجو. أحب هذه المجارف. أنا آسف يا سامي، كان يجب علي ألا أغفل عن نار المخيم، فلقد كنت في الكشافة. لا بأس يا تامر، حتى فتيان الكشافة يتعرضون إلى الحوادث. أوه، متأكد أنه من الآمن أن يخيم هناك وحده؟ نعم يا ليلى، متأكد. سنضع مسارات جديدة عندما يتحسن الطقس. ربما علينا أن نبقي الناس بعيداً عن الطرق الخطرة. أنصت سامي، سمعت ذلك؟ إنه طائر صغير. المسكين، علق بالسلك ويبدو لي جائعاً. من الأفضل أن تعيده إلى مركز الإنقاذ الجبلي. أنت محق، يجب أن أفعل هذا بسرعة قبل أن تمطر. مطر. كيف سنرى النسر الذهبي النادر إن لم يتوقف المطر وتظهر الشمس من جديد؟ لا يوجد الكثير من النسور الذهبية هنا. طبعا يوجد، ألم تر الصورة التي في الصحيفة؟ ذلك في الجبال. الجبال ليست بعيدة عن هنا، وبأجنحة بهذه الضخامة تستطيع التحليق إلى هنا بسرعة. حالما تشرق الشمس سنذهب أنا وفاتن لنعثر على أحدها. موفق. رائع. محسن غانم، أطفئ المنبه. لما ضبطت المنبه في يوم عطلتك؟ ولما تنام في ملابسك؟ عد إلى فراشك. مستحيل، أنا وفاتن سنذهب لنبحث عن نسر ذهبي، إنها من أروع الطيور. وداعا يا أمي. لن ترى أي طيور إن وصلت إحداث مثل هذه الضجة. مرحبا، هل فاتن؟ مرحبا، وداعا أمي، هيا بنا. مرحباً، إلى أين تذهبان معاً؟ سنذهب لنبحث عن نسر ذهبي له جناحان بهذا الحجم. تماماً. كل هذا يبدو مثيراً جداً، لكن يجب أن تكونا حذرين، فبعض الطرق مغلقة لأن الجروف تنهار، لذا انتبها لكل اللافتات التحذيرية وأطيعاها. سنفعل. يجب أن نأخذ الكلب معنا، فهو أخيراً كلب إنقاذ ممتاز. أنا متأكد من أن شمشوم يود ذلك. هيا. اهدأ، وإلا ستخيف النسور الذهبية قبل أن يفعل محسن ذلك. مرحبا يا فهد، يبدو أن لديك مشفى حيوانات صغيرا هنا. فريق الإنقاذ ليس لإنقاذ البشر فقط، هذا المريض الصغير يتحسن وحان الوقت ليعود إلى البراري، أليس كذلك؟
قابلت فاتن ومحسن وهما ذاهبان ليبحثا عن نسر ذهبي. لن يعثرا على أحدها بالقرب من هنا. أعلم، لكن حاول أن تقول ذلك لمحسن، فهو يعتقد أنه أعرف من الجميع. هناك. تلك ليست نسورا ذهبية. لابد أنك أخفت النسور الذهبية وجعلتها تهرب. لا لم أفعل، أعرف جيدا ما أفعله. أظن أنها الطريق التي أغلقوها، علينا العودة. هذا هراء يا فاتن، انظري إلى الطريق، ألا ترين إنها ممتازة؟ لكن ما الذي حدث له؟ ربما يشعر بخطر ما. لا تكوني سخيفة، إنه كلب. كلب إنقاذ. أحضرها شمشم، أحضرها. أرأيت؟ لا يريد أن نجتاز اللافتة أبداً. الكلاب لا تستطيع القراءة يا فاتن، أنا أعرف ما أفعله، كنا سنرى إن كانت الطريق غير آمنة. هيا يا فاتن، هذا هو المكان الأفضل للعثور على النسور، إنها تحب بناء أعشاشها في الأماكن النائية، انظري. انطلق يا صديقي. هيا يا صديقي، كف عن العبث، يجب أن تعود إلى البراري حيث كنت تعيش. هيا انطلق. لابد أنك كنت تطعمه جيدا. انطلق. لا أصدق عاد من جديد. ذلك الطائر يحب المكان هنا حقا، فريق الإنقاذ الجبلي ليس لإنقاذ الناس فقط. النجدة، النجدة. لا جدوى يا فاتن، فلا أحد يستطيع سماعك وأنت هنا. ماذا عن الصياد؟ إنه بعيد جدا يا فاتن، ومن المستحيل أن يسمعك. النجدة، النجدة. شمشوم، من الذي معه؟ ها؟ لا. هنا الطوارئ، ما الخدمة التي تريدها؟ أريد الإطفائية سامي من فضلك. ماذا؟ محسن عالق عند الجرف؟ هذا العمل لفريق الإنقاذ الجبلي السريع. سأخذ المروحية. أراك هناك. أيها الإطفائي سامي، أنا هنا. لا بأس يا محسن، لكن يجب أن تستمع جيدا إلى ما أقوله حتى أستطيع مساعدتك. مرحبا يا فهد. أولا سنحتاج إلى حبلين هنا. لا تقلق سامي، سأرسلها لك، أعني إلى الأسفل. حسنا يا محسن، سأرسل لك الحبل على الفور. أمسكته. يجب أن تدخل رأسك به يا محسن إلى أن يصبح حول ذراعيه. أنا بخير يا سامي، لقد أمسكته. أنت أمسك شمشوم. محسن، يجب وضع الحبل بإحكام يا محسن. آسف يا سامي، ظننت أنني أعرف ما أفعله وكنت مخطئا. لا يهم، أمسكت بك الآن. ارفعنا يا فهد. تفضل عزيزي محسن، الكاكاو الساخن لتدفئتك. كنا محظوظين
لأن الكلب كان معنا. إنه كلب ذكي جدا. حاول إيقاف محسن عن اجتياز اللافتة. أنا آسف، أعلم ما قلته لنا، ولكن إذن لم تجدا نسرا ذهبيا هناك؟ لا، لا أعتقد أنه يوجد الكثير منها في هذا المكان. إنه صديقك الصغير يا فهد. أجل، صديقي. واو، لم أرى طائرا بهذا القرب من قبل. انظروا إلى جناحيه. شمشوم، لقد جعلته يهرب. لقد أسدى شمشوم لذلك الطائر خدمة، فالمسكين كان في حاجة إلى أن يعود إلى البراري، لا أن يبقى هنا للأبد. إنه كلب إنقاذ جميل وذكي جدا. الحمد لله أنكم وصلتم. هناك في الأعلى. لا تقلقي يا سميحة، سنبذل جهدنا. ثبت السيارة يا أماني. السيارة ثابتة. أسرع سامي. سامي، سأرفع السلم. ارفعيه أكثر وقربيه. حسناً يا مشمش، حان وقت النزول الآن. ليس هكذا. انظر ماذا أحضرت لك. أمسكت بك. حسناً أماني، أنزلين الآن. شكراً سامي. ابقى ثابتاً، سأنزلك. شكراً جزيلاً لك، لقد ارتحت. سامي، شكرا جزيلا لك. مشمش المسكين كان مرعوبا. ولكن لو كان مشمش خائفا لما صعد إلى سطح المنزل. إنه لا يعرف خطورة السطح. توقفوا مهلا. هل فاتني شيء؟ أريد أن أصور شيئا مثيرا بآلتي. حسنا، لم يكن هناك الكثير من الإثارة. كنت أنقذ مشمش من السطح. مرة أخرى؟ بالغرض، هل تعيدين القطة إلى السطح من أجلي أنا؟ لا أظن ذلك فاتن. أريد تصوير ذلك. هذا غير ممكن. وداعا فاتن. محسن. ماذا؟ أريد أن أظهر في فيلمك. عرفت، لما لا نصنع فيلما حقيقيا؟ وتسلق سامي إلى الأعلى وأنقذه. إن سامي بطلنا، صحيح مشمش؟ رجال الإطفاء شجعان. ماذا عن صيادي السمك؟ الصيادون شجعان. هاي رائع، أنت بطلنا. نعم، حسناً، أراكم لاحقاً. وداعاً، سأصطاد بعض السمك. ماذا هنا؟ فارس. أنتما فارة. اسمعا، أتظهران في فيلم؟ لا تقلقوا، أنا قادم، سوف أبذل قصارى جهدي. يا لك من بطل، أنت شجاع جدا وقوي. أحسن، أنت الأفضل على الإطلاق. لماذا لا أكون البطلة؟ لأنني نجم هذا الفيلم، أنا البطل الخارق. شادي، هل أنت بخير؟ أنا لا أعني نعم بخير. وداعا. لدي فكرة للتنكر. انتظروا هنا، سأعود بسرعة. أهذا أنت يا محسن؟ أنا في الحمام. آسف أمي. تتا. مهلا، ماذا تعني بهذا؟ إنه زي التنكر، أنا البطل الخارق. ماذا حدث لستارة الحمام؟
هذا ممتاز. سارة ستكون في ورطة وأنا سأتي لإنقاذها. حسناً، استعداد وأكشن. محسن، أنا من يجب أن تقول ذلك؟ إنها آلة تصويري أنا. مهلاً فاتن، لا يمكنك فعل ذلك. حسناً أكشن. سأتركك هنا الآن لتقضي عليك النوارس. سارس، النجدة النجدة النجدة، فليساعدني أحدكم. لا تقلقي، البطل محسن هنا سأنقذك. تماسكي. البطل محسن. النجدة النجدة النجدة، فليساعدني أحدكم. بسرعة أيها البطل، نحن ننتظر. النجدة النجدة النجدة، فليساعدني أحدكم. النجدة النجدة. ابقي مكانك يا سارة، صياد السمك الشجاع قادم. حسناً، ها أنا مستعد. أنا لا، علي أن أشغل آلة التصوير. ماذا، هل سيأتي أحد لكي ينقذني أم لا؟ أنا قادم يا سارة، أنا قادم. أبي، ألقت يا سارة. النجدة. لا تخاف، البطل محسن هنا. محسن، كف عن العبث، فأنت لست بطلاً. سأذهب لأتصل بسامي. النجدة. هناك من سقط في البحر. أحد ما سقط في البحر وهو عمل لخفر السواحل. استخدم قارب الإنقاذ مع أماني. أبي لا تقلق، أرجوك تماسك، الإطفائي سيصل قريبا، لا تخاف. النجدة. ما المشكلة يا شادي؟ مرحبا سامي، لا شيء مهما، اصطدمت بصخرة وسقطت من القارب. قدمي علقت بشبكة الصيد، لا أستطيع أن أرتفع. سأغوص وألقي نظرة. يبدو أنك كنت مسرعا جدا عندما اصطدمت بالصخرة. أعلم، ولكني أريد أن أكون بطلا. مشمش، بطلك يظهر في التلفاز. أنا محرج جداً منكم. ليس بقدر ما كنت محرجة عندما اكتشفت أن الستارة اختفت. هدوء، ستفوتون الجزء الأفضل. ماذا عن البطل محسن؟ أنا بطل أيضاً. محسن، تلك عملية الإنقاذ الثالثة لسامي هذا اليوم. وتلك ستارة الحمام. محسن.